كتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام. باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلتي حيث كان له وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا في النافلة، في النافلة على الدابة، هذا في النافلة على الدابة، في النافلة على الدابة. أول ما يبدأ يكبر في اتجاه القبلة، ثم بعد ذلك لا يأبه أينما تحركت به دابته، ومنها من كان يركب على سيارة أو في طائرة أو في باخرة أو على هذه الدواب. نعم، أو والدابة أي نعم، في هذا في على الدابة، ويكون في النافلة، ويكون في السفر. يترتب على ذلك هنا مسألة، في مسألة الصلاة، في مسألة الصلاة على الدابة في الحضر، الصلاة على الدابة في الحضر. فقالوا الصلاة على الدابة في الحضر مثلها كمثل الصلاة على الكراسي، الصلاة على الدابة في الحضر مثلها كمثل الصلاة على الكراسي. مثال ذلك مثلا أنت صليت الفريضة وذاهب مثلا لكي تأتي بأولادك من المدارس، فخرجت بالسيارة وذهبت لكي تأتي بالأولاد، فوجدت أنك لابد تنتظر حتى يخرجوا. لا مانع أن توجه السيارة إلى القبلة وتصلي وأنت في داخلها، كأنك بتصلي على إيش؟ على كرسي، كأنك بتصلي على كرسي. ترتب على ذلك مسألة أخرى، وهي الصلاة المفروضة على الدابة في الحضر. قالوا والأصل لا، لأن القيام مع القدرة ركن، وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. قالوا وإن خشي أن يخرج الوقت، يعني زحام شديد جدا وهو موجود فين؟ في الدابة، ولن يستطيع أن يصل لأقرب وجهة، ولا يتمكن أن يحوز بجانب الطريق لكي ينزل ويقوم ويصلي، وإلا الأصل أنه يحوز إلى جانب الطريق، يلبك مثل ما يقول، يوقف على جانب الطريق وينزل ويش ويقوم ويصلي ويتيمم، إن لم يجد ماذا؟ إن لم يجد ماء. لن يستطيع أن يفعل كل هذا. إذن الضرورة تبيح المحظورة، والضرورة تقدر بقدرها، وإذا ضاق الأمر اتسع. فقالوا في هذه الحالة يصلي، فاتقوا الله ما استطعته. نعم، تفضل. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم هذه كلها شو نظرتم؟ هذه نافلة، كل هذه النافلة. والإنسان إذا كان في السفر يصلي النافلة، هو يقود السيارة ما دام في السفر وكذا، يصلي النافلة ويومئ برأسه مع انتباهته للطريق، وإن كان على عكس أو على خلاف اتجاه القبلة. وهذا يدل على يسر هذا الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، للبخاري. أيوة نعم. إلا الفرائض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل، قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا ركوعا، أيوه، فاستداروا إلى الكعبة. نعم. وهذا يدل على قبول خبر الواحد، يرد على من يقول لك إن خبر الآحاد لا يقبل في الشرائع. هذا واحد ولا 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 عشرة؟ هذا واحد. فأتى آت، جاء واحد. وأوضح منه في الدلالة معاذ بن جبل لما راح فين؟ لما راح لليمن. حديث أحمد في المسند، ستخدم على قوم أو تدعو إلى بعدين تدعو الصلاة والزكاة وإلى آخره. ومصعب لما ذهب إلى من؟
إلى المدينة. كل هذا يرد على الأشاعرة وغيرهم وغيرهم ممن يقولون إن خبر الواحد لا يقبل في العقائد وفي الأحكام. إن قلنا بقولهم ما بقي من الدين شيء، الدين كله ثبت بخبر إيش؟ بخبر الأحاد. نحن نقول خبر الأحاد يقبل إذا كان صحيحا، ما دام صحيحا يقبل، وكرامة يقبل، وكرامة حبا وحبا وكرامة، هذا من فوائدهم. الأمر الثاني سرعة استجابة الصحابة، ما عندهم لجاجة كما نحن في حالنا اليوم. تأتي الإنسان تقول له الوضع يا أخي كذا، ترى يا أخي اللحية الثوب يا أخي، ترى الاطباع ما يكون في الطواف في السعي بين الصف والمروة، ولا يقبل منه. الصحابة عندهم كذا. النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول اجلسوا عباد الله، ابن مسعود يسمعه وهو عند باب إيش المسجد، ما قال خلينا ندخل جوا، فجلس لين النبي قال له قم أبا مسعود تعال اجلس هنا. وهذا فيه منقبة لمين؟ لابن مسعود، مثلك في علمك ما يقعد ورا، تعال يقعد قدم. عبد الله بن رواحة يسمع النبي يقول اجلسوا عباد الله فيجلس مكانه، يطلع له النبي في شدة قيلولة يقول ما الذي أجلسك هنا؟ توقع النبي قال الكلام هو على المنبر، وهذا ما قال يا أخي جلس، قال سمعتك قلت، قال زادك الله طواعية لله وطواعية لرسوله عليه الصلاة والسلام، رواه عبد الرزاق وغيره. سرعة استجابة لمثل هذا، خلد الله ذكرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لمثل هذا نور الله بصائرهم، لمثل هذا شرح الله صدورهم، لمثل هذا جعلهم يسود الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. حتى لما يغزو يسألهم الناس أمعكم أحد ممن صحب رسول الله؟ يقول نعم. قال فيفتح لنا. فلما مات الصحابة غزا التابعون فقال معكم أحد ممن صحب من صحب رسول الله؟ قال فيفتح لنا. ولذلك النبي يقول من حديث عبد الله بن قيس السماء النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني إذا الشمس كورت والنجوم انكدرت الوايش علامات القيامة، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني من الفتن، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، من شدة الفتن والبلايا إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. سرعة استجابة. وهذا من فوائده أن الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة لا تبطلها، الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة لا تبطلها، كمن وجد ثعبانا فقتله ورجع في الصلاة ما في حرج، أو من طرق بابا فتقدم وفتح ودخل ما في حرج، لأن هذا الصلاة من أجل مصلحة الصلاة. أما الحركة التي في غير مصلحة الصلاة تبطل الصلاة إن تتابعت وكثرت، يطالع في الساعة يشوف الشماغ يعدل، نقول له أحسن الله عزاك في صلاتك، لأنه قوموا لله قانتين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع وأنك ترى الأرض خاشعة، الخشوع عدم الحركة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، هذا أن تكون خاشع في صلاتك، إلا للحركة بقدرها، والضرورة تقدر تبيح المحظورة وتقدر بقدرها، وإلا فستكون الحركة من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة حركة دائرية كاملة، صح ولا مو؟ حركة دائرية إيش؟ حركة دائرية كاملة. لكن لمصلحة أمر الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة، لا فإنها لا تبطل الصلاة. نعم. وهذا فيه جواز أن تتأخر بعض المساجد عن المسجد الجامع الكبير في الإقامة، ليس شرطا المساجد كلها تقيم إيش في وقت إيش واحد، أن تقيم في وقت واحد، ولا مسجد النبي نص صلى مع النبي وخلص وجاء لقاهم لسه قاعدين إيش، وأنتم تعرفون المسافة من المسجد رسول الله إلى قباء عليه الصلاة والسلام مسافة ليست بمسافة إيش، ليست قريبة، ما هم أهل سيارات كما نحن الآن، هذا يمكن كان ماشي على رجولة من غير ماذا، من غير دابة، أو حتى لو كان يمشي على الدابة في ذلك الوقت والرمال إلى غير ذلك سيأخذ وقتا لكي يصل، فليس شرطا يدخل يقول لك أخي المسجد الفلاني يقام يا أخي قيمه، ما ليس هذا بماذا شرط عملا بمثل هذه الإيش بمثل هذه الأحاديث. الأمر الآخر هذا يسمى المبهمات، فأتى آت هذا يسمى المبهمات، وألفت فيها كتب كما ألف النووي
ابن بشكوال وغيرهما رحمة الله على الجميع، هذه من المبهمات التي يستحب البحث عنها لأنه ترتب عليها أحكام شرعية، كقول ربنا قد سمع الله قول التي تجادلك في، نبحث عنها هذه مين؟ خولة بنت سعد يرحمكم الله، التي ترتب على مثل هذه أحكام شرعية، فلا حرج في البحث عن هذه المبهمات. الخطيب ابن بشكوال عنده في مثل هذه كتب جزاهم الله خير، وألف وجمع الأحاديث مع بعض التي تتكلم عن هذه المبهمات، تتكلم عن مثل هذه المبهمات. نعم. عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على عين التمر، هذه نفس المنطقة اللي هي سبحان الله التي كان فيها كنيسة وفيها تم وفيها تم فتحت في بلاد الشام، ووجد فيها إسحاق صاحب السير والمغازي، ابنه محمد صاحب السير والمغازي، وولد فيها سيرين اللي هو ابن مين؟ محمد بن سيرين في عهد خالد لما فتحت الشام، وأسلموا وحسن إسلامهم وصاروا محدثين وأنجبوا هذه الذرية المباركة، محمد بن سيرين ومحمد بن إيش؟ ابن إسحاق، هذول هم دول أباهم إسحاق وسيرين، هذا في عين التمر نفس المنطقة التي كان فيها آباؤهم، وهذا أنس بن سيرين، أنس بن سيرين انظر من حبه سمى على اسم إيش؟ أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير قبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته. في سفق وفي سفق خلاص ما يهمه، وهو نافلة على الدابة ولا يهمه أين تحركت به إيش الدابة، فلا يشترط هو الإنسان يكون فين على الدابة في السفر، والصلاة أن تكون نافلة. نعم. باب الصفوف. حسبك. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.